صباح الخير يا أطفال، كيف حالكم؟ وأنا أيضا بخير. لنتذكر جميعا أيام الأسبوع: الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد. في أي يوم نحن؟ جيد، يوم الاثنين. 1 يونيو. في أي سنة نحن؟ ممتاز، 2020. في أي فصل نحن؟ رائع، فصل الربيع. اليوم سنتعلم كيف نكتب حرف الباء، تابعوا معي. ب. رائع. لنعد كتابة الحرف. ب. رائع. إلى اللقاء.